من ضمن الحاجات اللي انا حبيتها قوي في شغلي ان انا احاول استعاده مباني احنا البشريه فقدتها في وقت من الاوقات، وخصوصا اذا كانت حاجه من قرون طويله زي المبنى اللي احنا شايفينه قدامنا، فنار اسكندريه واحده من عجائب الدنيا السبع. المبنى مكتوب له وصف هندسي ورسومات هندسيه الحقيقه بسيطه قوي، مجرد رسومات مرسومه بالايد. الحاجة دي مش معمولة عشان تقعد في كرتونة وتتحبس في حتة، الحاجة دي معمولة عشان الناس تستمتع بيها، سواء كان العرض عرض متحفي أو عرض زي معرض دائم. نفسي طبعاً وأمنية حياتي إن الحاجات دي تلف الدنيا كلها، مش بس تبقى مقتصرة على بلد واحدة.